برئاسة أحمد عبد الجبار الكريم وبحضور المحافظة الدكتور المهندس عمار جبر خليل، عقد مجلس محافظة صلاح الدين جلسته الاعتيادية 16 للعام الحالي، وقدم رئيس المجلس تقريرا مفصلا عن مجمل ما تم إنجازه الأسبوع الماضي بعد زيارة مكثفة للحكومة المحلية لضمان زيادة حصة المحافظة في الموازنة الاتحادية وإدراج مشاريع هامة تضمنت إنشاء عدد من الجسور ومد الطرق في معظم مدن المحافظة. بعدها ناقش مجلس المحافظة جدول أعماله المقرر ومواضيع أخرى طرحت فيه، واستمع إلى مداخلات أعضاء المجلس عليها. بعدها ضيف المجلس مدير عام تربية المحافظة ومديري الإشراف التربوي والملاك للتداول معهم بشأن الفقرات التي وردت في تقرير رئيس لجنة التربية والتعليم، وبناء على ذلك صوت مجلس المحافظة بالإجماع على قرار يقضي بإعفاء مديري المدارس المسائية الذين يثبت تقصيرهم بعد إجراء التحقيق الإداري اللازم بهذا الصدد.